هاي. الخطر البيئي المتزايد والمتسارع عم بيؤدي يومياً لمجموعة من المشاريع والمبادرات والمحاولات يلي بتهدف للحد منه. بتقوم صالونات الحلاقة بجميع أنحاء بلجيكا بجمع وتوضيب الشعر يلي بينقص من رؤوس الزبائن وتسليمه لمنظمة غير حكومية بتعيد تدويره بهدف حماية البيئة. للشعر خصائص قوية، ممكن لخصلة واحدة إنها تحمل 10 ملايين أضعاف وزنه، وهو قابل للذوبان بالماء ومرن بسبب ألياف الكيراتين. بيقوم مشروع إعادة تدوير الشعر على وضعه بآلة بتحوله لقطع مربعة ومبطنة ممكن استخدامها لامتصاص الزيت والمواد الهيدروكربونية يلي بتلوث البيئة، أو بيتم تحويلها لكيس قابلة للتحلل. كيلو واحد من الشعر عنده القدرة على امتصاص بين 7 و8 لترات من الزيت والهيدروكربونات. مين قال إنه ممكن وضع هالمربعات المبطنة بالمصارف المائية لامتصاص التلوث من المي قبل وصولها للأنهار؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.